جمال الوجود بذكر الإله، وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله، وتصفو الحياة بنور هدى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. أيها المستمعون الكرام، كما هو معلوم أيها الإخوة أن الإعلام ووسائل الإعلام تعتبر من ركائز حياتنا اليومية، وربنا سبحانه وتعالى جعل لهذا الأمر الإعلام، جعل له آية ضابطة لأخلاقياته، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وهذه الآية ليست فقط لوسائل الإعلام، وإنما لكل مستعملي الوسائط الاجتماعية، وأيضا لناقلي الأخبار، سواء كانوا إعلاميين أو كانوا أناس عاديين، فلابد للمسلم أن يتبين ويتثبت في نقل خبره، وكما قال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما يسمع. وكذلك وسيلة الإعلام لابد أن تتقيد بقيم المجتمع وبدينه، وأن يكون مسؤولاً أمام الله سبحانه وتعالى وأمام أمته وأمام القانون، فلا يبث ما يخدش بالحياة أو ما يسيء إلى ثوابت هذه الأمة، إنما يبث البرامج المفيدة، سواء كانت برامج دينية أو اجتماعية أو ثقافية أو أخبار، نقل للأخبار الصحيحة الثابتة. ونثمن الوسائل التي تنشر مثل هذه الأشياء المفيدة، وتجعل لكل ركن من أركان الحياة جانبا خاصا في الوسائل، سواء الورقية أو الإعلامية المرئية، وعلى رأسهم جريدة الخبر التي جعلت لركن الدين أو الركن الديني صفحة خاصة أو صفحتان، سواء في آية ومعناها أو في حديث نبوي أو في أعلام الأمة أو في بعض الأحكام الفقهية التي يتعرف من خلالها المسلم على شعائر دينه. فندعو كل وسائل الإعلام أن تنحو هذا المنحى لأجل خدمة المجتمع وخدمة البلاد وخدمة الدين وخدمة الثقافة وخدمة الإنسان عموما. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الخيرين على أن يقيموا هذه الوسيلة أحسن قيام، ويخدموا بذلك أمتهم وأوطانهم ودينهم، والحمد لله رب العالمين.